عادة بقول لضيوفي، بسأل ضيوفي عن أقنعة بيلبسوها. انت هسألك بالعكس، انت ما بتاخديش قناع تخبي بيه وشك ولا تخبي بيه احاسيسك؟ لا للأسف. ولا تدعي بيه شيء، لكن في أقنعة بتلبسك غصب عنك؟ ممكن لو انا في مكان مثلا في ناس مش مريحاني او كده هتلاقيني شويه صامت بتاع، ما لكن ما عنديش قوي نفسي، ما عنديش. بقول لك انا فعلا ما عنديش. ممكن اختيارات معينه في حياتك مثلا لو هي حاجه مدتها قصيره كده ومؤقته، تبقى هو شعور لبسك دلوقتي بشكل مؤقت وراح لحاله. يعني مش عارف، لا انا مش كده اصلا، لو حاسه حاجه اعملها. مونولوج التحول في حياه حلا. في لحظه كده في حياه كل انسان بتيجي موقف معين، شعور معين بيعدي بيه، ف فجأة رد فعلك على الأشياء بيختلف، بتشوفي كل حاجة بشكل مختلف وبتتغير كل حياتك طبعاً. بعدها ده أكيد بتبقي تحولتي من الشخص ده للشخص ده. فاكرة الموقف ده في حياتك؟ لما اتضايق، لما لو اتعصبت، لو اتضايقت من الموقف قوي أو كنت شايفة حاجة معينة بطريقة معينة، أو شايفة أنا أصلي مشكلتي إن أنا لما بحس حاجة قوي وبشوفها، بشوفها يعني أنا بصدق قوي فصدقها قوي الحاجه دي، وبعدين مع الوقت اكتشف ان الحاجه اللي كنت مصدقاها قوي دي تطلع يعني كذبه كبيره، لعبه كبيره يعني. في بيحصل، حصل معايا قبل كده طبعا. اولا الصدمه بتبقى داخليه الاول طبعا، وبعدين غصب عني طبعا رد فعلي خلاص بقفل تمام. ايه اللحظه اللي في حياه حلا وهي صغيره مثلا تحولت مثلا من البراءه للقوه شويه، أو من إن أنا عايشة وبفكر وشايفة الحياة بطريقة معينة ودلوقتي حالاً بعد صدمة أو موقف ما قررت إن أنا أشوف الحياة بطريقة تانية؟ طريقة تانية مشكلة ما حصليش ولا أي حاجة كده يعني وأنا صغيرة، ده من كم سنة يعني، من الفترات اللي فاتت دي، بس قريب مش من زمان قوي، قريب. هي التجربة ككل غيرت في أي حاجة. أنا حسيت إن لازم أبقى أقوى، ولازم بقى أبتدي أركز أنا بقى مع حالة مش مع أي حاجة تانية. في لحظة وقفتيها كده مع حالة؟ يس. قلت لها تعالي، وقلت لها واحد اتنين تلاتة في كندا قبل ما ارجع مصر المرة الأخيرة دي. خدت قرار ان انا قاعدة طول الوقت خدت بالي اني بفكر في اللي حواليا اكتر ما بفكر فيا. مش عشان انانية، لا ان انا براعي قوي مشاعر قوي بزيادة، براعي فاهمة. اكتشفت ان انا قلت لنفسي تعالي هنا اقعدي، كفاية كفاية بقى، كفاية اللي انت بتعمليه، عشان انا كنت تعبانه من كنت بتقعدي تفكري في ده وفي ده وفي ده ومشاعر دي ومشاعر ده، وبتنسي نفسك، عايزه ترضي كل الاطراف، وبتنسي نفسك، بتنسي ترضي نفسك. انا نفسي، لا نسيت ان انا تعبانه، انا نفسي اطلع من التعب اللي انا فيه. فاكتشفت ان انا اول حد لازم انقذه انا الاول، انا وبعدين اعرف اشيل معايا اي شيله تانية، فاهمه. فده اللي حصل لي، وفعلا انا عمري ما هنسى اللحظه دي، لان كانت لحظه فاصله في حياتي. الناس عمرها ما هتقف جنبك كما يجب، ومش هتساعدك بنفس يعني، مش هيقولوا الكلام كتير، ناس كتير هقف معاكي واساعدك، مفيش كلام ده، مفيش حاجه اسمها كده. ولو عملوا ده تبقى بمقدار قليل، فلا ما تديش قوي، ما تصدقيش قوي، ما تحس بزياده قوي، خلي دايما في حته ان لا انا اعمل حاجتي لنفسي، وانا اقوم بنفسي، وانا اقف على رجلي لنفسي، لان هو ده الصح. انا وفهمت الحته دي في المرحله دي، قعدت القعده اللي انت بتتكلمي فيها دي بالظبط، دي مش هنساها في حياتي يعني، دي كانت فيصل في حياتي. قلت تعالي هنا، انت هتروحي لفين؟ اقفي واعملي كذا وبطلي وخبطي، فكري انت هتعملي ايه دلوقتي؟ حبي نفسك انت دلوقتي.